تفاجأ آلاف المواطنون الفلسطينيون والنازحون إلى المنطقة الغربية لمدينة خان يونس فجر اليوم بغرق خيامهم نتيجة لعمليات المد والجزر البحريين. العمليات هذه تسببت بغرق خيام النازحين في هذه المنطقة، مما أدى إلى ابتلال ثيابهم وأمتعتهم. نحاول في هذه الجولة أن نستطلع مع المواطنين هنا ما الذي جرى لهذه الخيام. الحمد لله على سلامتكم يا عم. الله يسلمك، الله يرضى عليك. ايش اللي صار معكم يا عم؟ الحمد لله احنا البحر طف علينا وعلى اواعينا وعلى اغراضنا، وبصراحه احنا بنقاوم بوسائل بدائيه، بنحاول نحمي نفسنا واعينا اواعينا الشخصيه، وهذا صعب الامر كمان، ما فيش اي مساعده بتصلنا، والمناطق محدوده، مناطق الايواء صغيره ومحدوده 11 كيلو متر لنص مليون، واحنا بصراحه كثير الوضع صعب، وبنتمنى انه حد المؤسسات الإنسانية تساعدنا أو الـ NGOs أو أي حكومات دولية معنية بالتخصص إنقاذ الإنسان. يعني إحنا العملية إنه بنطمح بإنه يكون في حقوق للإنسان، حقوق الإنسان مجرد تدريس في القانون الدولي، لكن مش شايفين أي حقوق. نعم، الحمد لله على سلامتكم يا عم، الله يعطيك الصحة. نلاحظ هنا يعني خلال عملية التصوير أن لا زالت مياه المد والجزر البحريين تدخل إلى خيام النازحين في هذه المنطقة وتسبب غرق هؤلاء المواطنين الفلسطينيين. نحاول هنا أن نستطلع مع مواطن جديد. الحمد لله على سلامتكم يا عم. الله يسلمك، الله يرضى عليك. إيش اللي صار معكم يا عم؟ والله إحنا نازحين من شمال غزة بعد التهديدات الإسرائيلية بالقتل وهيك، وجينا رحنا عرفة، ومن رفع صار اجتياح، وجينا هنا ما فيش مكان، فيش حدا عايز يدينا مكان نقعد فيه، ما فيش معانا خيام، شوادر ما فيش. يعني الآن لو نزل شوية مطر الكل بيغرق، بعدين معانا أطفال صغار كتار، يعني مش عارفين إحنا وين نروح. الله المستعان، بس على اللي قاعد بيطلع علينا وما بيعملش إشي. طب عم الفراش تبعكم، الأمتعة تبعتكم، إيش صار فيها؟ كله غرق، كله غرق، اتفرج يا أخي، كل غرق، كل ما حد ندور على حدا. إحنا قاعدين نرفع الرمل والرمل يهين، نرفع الرمل، وبعدين الأصعب من البحر الأمراض، الأمراض قتلتنا وقتلت الأولاد. هات للطفلة الصغيرة خليهم يشوفوها روح. طب توصلك سؤال يا حبوب، أمراض. ماشي عم، الآن الوضع بالنسبة لكم بات خطير على شاطئ البحر، بتفكروا ترجعوا تذهبوا إلى مكان آخر؟ وين في مكان آمن يا ابني؟ وين في مكان؟ وبعدين عارف أقول لحضرتك شغلة، بدك تنقل مكان نقل، بس نقل، وإنك تدبر حالك بدك $2000 أقل إشي مصاريف نقل، لأنه السيارة تمشي بيك كيلو بدها أقل حاجة $300-$400 حق تكلف نقل، غير إن أنت بدك تشتري شوادر، لأنه الشتاء داخل علينا أصلا. البحر هنا لو دخل، وهي الخريف إحنا على باب الخريف، الخيمة دي كلها هتروح، الهواء مش هيخلي خيمة. نحن نازحين بلا مأوى، بلا حدا يطلع علينا، كله بدور على مصلحته، أما المواطن على الفاضي. نعم، يعني هذه كانت جزء من أوضاع النازحين في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس التي غرقت بسبب تيارات المد البحري. هنا نحاول أو نلاحظ قيام بعض المواطنين بمحاولة إقامة سواتر ترابية لمنع دخول مياه الأمطار أو مياه البحر عفوا إلى خيامهم، في ظل واقع مرير في الحقيقة يعاني منه هؤلاء النازحين، في ظل عدم توفر خيام لهم أساسا. حتى هذه اللحظة لا زالت عمليات المد البحري تصل إلى خيام النازحين كما نلاحظ. يعني هذه الصورة مباشرة من المنطقة الغربية بالقرب من منطقة ميناء القرارة غرب مدينة خان يونس. نحاول هنا أن نرصد أيضا المزيد من المقابلات مع المواطنين. يعطيك العافية عم. الله يعافيك عم، الله يسلمك يا عم. إيش اللي صار معكم؟ اللي صار صحينا بالليل الموج هجم علينا، طف علينا على الخيام، ما انت شايف كيف، لا في شوادر ولا في سواتر ولا في حرمات ولا في بطاطين اللي نلقى فيها البحر والموج، واحنا ما انت شايف حدش مدور على حدا. طب ايش البدائل الموجوده عندكم حاليا يا عم في ظل هذا البدائل؟ يا عم يشوفونا مأوى زي الناس، فش مأوى، وين اللي نروح؟ ايش اللي تضرر عندكم نتيجه لعمليه المد البحري؟ الضرر شايف انت كيف، طلع الخيام، وين المية؟ في الخيمة، لا فرشات ولا حرمات ولا بطاطين ضلي. ما بتفكروا تبحثوا عن أماكن بديلة أخرى؟ وين تلاقي الأماكن؟ هات الأماكن، هات الأماكن واطلع فيه.
لا يوجد اي اماكن. فيش اماكن تطلع في المناطق مليانه كلها من نازحين. الحمد لله على سلامتكم يا عم ويعطيك العافيه. شكرا جزيلا لحضرتك. يعني اوضاع حقيقيه ماساويه يعاني منها النازحون الفلسطينيون في المنطقه الغربيه لمدينة خان يونس. هنا بعضا من أمتعتهم جرفتها التيارات المائية كما نلاحظ حتى هذه اللحظة، يعني تستمر مياه البحر في الوصول والدخول إلى خيام النازحين الفلسطينيين في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، تحديدا في منطقة ميناء القرارة. أوضاع كارثية. هنا حاول المواطنون إقامة سواتر ترابية ربما تقيهم من هذه الكارثة التي حلت بهم في هذه الخيمة. سنلاحظ أيضا أن مياه البحر قد دخلت هنا وابتلت هذه الخيمة بشكل كامل. ربما كانت هنا أمتعة وأغراض شخصية لهذه الأسرة الفلسطينية، لكن يعني إلى هذه الأسرة لا حول لها ولا قوة في ظل استمرار عمليات المد البحري التي تسببت في غرق خيام النازحين الفلسطينيين في هذه الأوقات من العام. سنحاول هنا أيضا أن نرصد لكم هذه المتعلقات الشخصية للعائلات الفلسطينية. الحمد لله على سلامتك يا عم. إيش اللي بتشدوه؟ إحنا بنشد الحرمات اللي وقعت من المية الليلة. غرقت في البحر. آه والله غرقت، كل وضعنا صعب صار. أكثر منك مش قادرين نعمل إشي. خلص سكرت. كيف بدكم تدبروا اموركم؟ مش عارفين، هنا قاعدين لما الله يفرجها، فيش وسع. رحنا ندور لنا اسبوع فيش وسع. فيش وسع، مش عارفين وين نروح. يعني رح تضلكم مستمرين في هذه المعاناة، معاناة غرق الخيام الخاصة بكم؟ والله مش حنقدر، هالوضع صعب صار. أكثر من هيك قد لنا سنة. لنا سنة بنطلع وبننزل، يعني مش قادرين أكثر من هيك، فيش من ناحية فلوس ما فيش ضل، ننقل. آه وضعنا صعب. إلا غير ربنا يحلها والنعم بالله. يعني هذه صورة الوضع الآن في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس التي عانت ولا تزال تعاني من تيارات المد البحري التي أغرقت خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة محيط منطقة القرارة. هذه الخيام غرقت بأكملها ودخلت المياه الأمطار وقامت بسحب جزء من الأغطية والفراش الخاص بهؤلاء النازحين. يعني هنا العائلات قبل قليل التي تحدثنا إليها يبدو أنها أيضا غرقت مجددا بفعل التيارات المد البحري على شاطئ مدينة خان يونس. هنا بركة من المياه البحر تكونت داخل هذه الخيمة الخاصة بالنازحين الفلسطينيين في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. ويبقى السؤال الدائم، إلى أين نذهب؟